أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، هناخد النهاردة جدول ضرب 3 مع أستاذة وفاء أبو عبيدة. هنبدأ الأول بالتهيئة. أكمل 2 + 2 + 2 هتساوي 2 في كام؟ 2 + 2 + 2 يعني كررناها 3 مرات، تبقى 2 × 3. 2 في كام؟ هتدينا 14. 2 × 7، برافو. 2 × 9 هي 9 × 2. 5 + 5 بتساوي 5 × 5 اتكررت كام مرة؟ مرتين، هتبقى 5 × 2. 2 في كام تدينا 16؟ 2 × 8. معانا دلوقتي جدول ضرب 3، بيقول لي 3 × 0 = 0، 3 × 1 = 3، 3 × 2 = 6، 3 × 3 = 9، 3 × 4 = 12، 3 × 5 = 15، 3 × 6 = 18، 3 × 7 = 21، 3 × 8 = 24، 3 × 9 = 27، 3 × 10 = 30، 3 × 11 = 33، 3 × 12 = 36. يلا بقى بعد ما خدنا جدول ضرب 3 هنبتدي نطبق عليه في أول سؤال، والسؤال بيقول لي أكمل 2 + 2 + 2 هيساوي 2 في 3، 5 + 5 + 5 هيساوي 5 في 3. 3 في كام يا ولاد هتدينا 21؟ 3 في 7، 7 + 7 بتساوي 7 في كام؟ سامعاكم بتقولولي 7 في 2، برافو علينا. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. 3 في 4 هتساوي 2 في 6، عشان 3 × 4 = 12 و2 × 6 = 12. 3 في 5، 3 في 5 وعندي 2 في 8، 3 في 5 بكام؟ ب15، 2 في 8 ب16، يبقى 16 أكبر. 2 في 5 و5 + 5 يبقى عندنا 2 في 5 = 10، وعندي 5 + 5 = 10. 24 و3 في 7، 3 في 7 بكام؟ ب21، يبقى 24 أكبر من 21. عندنا هنا 3 في 9، وعندي 9 + 9 + 9، لما أجمعهم هيطلع 9 + 9 = 18 و9 = 27، وهنا 3 في 9 = 27، يبقى هنحط علامة، ها برافو علينا، هنحط علامة يساوي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما عدد الأرجل في 3 عصافير؟ هي العصفورة لها كام رجل؟ لها رجلين، يبقى هضرب 2 في 3، 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 بتساوي 6 أرجل. اشترى عمر 3 كيلو من الموز، ثمن الكيلو 7 جنيهات، ماذا دفع عمر؟ كم دفع عمر؟ 3 كيلو في 7 جنيهات للكيلو الواحد، 3 في 7 هتساوي 21 جنيه. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد.